وللحديث عن العمليات العسكرية في مأرب بعد سيطرة قوات الشرعية في اليمن على محافظة شبوة، معنا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي. أهلا بك معنا أستاذ ياسين. حياكم الله، تحياتي للمشاهدين. أهلا بك أستاذ ياسين. بداية، ما الذي تعنيه السيطرة على محافظة شبوة للحكومة الشرعية في اليمن واليمنيين؟ طبعا السيطرة على محافظة شبوة وإخراج الحوثيين منها إنجاز مهم، لكنه لا يحسب للشرعية مباشرة. كما تعلم الأمور لا تمشي على هذا النحو. تحرير المديريات التي قام الحوثيون في سبتمبر الماضي بسيطرة عليها يأتي في سياق جيوستراتيجي مختلف. ربما هناك تركيز على أن الأمر يتعلق باستكمال تحرير المحافظات الجنوبية، وهذا الأمر سيترتب عليه إما أن يتخفف الضغط على الذي يمارسه الحوثيون على الجيش في محافظة مأرب، وبالتالي ستأخذ عملية تحرير اليمن بعدها الواقعي كما جاء على لسان المتحدث التحالف، أو أن الأمر سيبقى يراوح على هذا النحو ليفتح المجال إلى ترتيبات قد لا تكون حتى في صالح السلطة الشرعية للأسف الشديد. بقدر ما يهمنا أن يكون هناك تقدم عسكري على حساب الحوثيين، يهمنا كذلك أن تأتي النتائج العسكرية مترجمة على أرض الواقع كنتائج ومكاسب سياسية مباشرة لصالح السلطة الشرعية. لم نرى حتى هذه اللحظة أي شيء يدل على ذلك، لأن مسألة إعادة إطلاق عملية تحرير اليمن من محافظة شبوة غاب عنها الجانب اليمني باستثناء محافظة شبوة، وكان يفترض عملية كهذه أن تكون أو تشهد على الأقل تواجد وزير الدفاع أو تواجد رئيس الوزراء. هذا الأمر لم يكن حاضرا في تلك اللحظة، ما يعني أن المسألة ربما تأتي في سياق التوظيفات السياسية التي قد لا تكون بالضرورة لصالح الشرعية من جانب التحالف. يعني هناك من ذهب إلى أن تحرير شبوة قد يكون بداية للسيطرة على مأرب ككل. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، يعني ما الذي تغير عسكريا وسياسيا لتكون كذلك؟ شبوة هي كانت قد حررت من خلال الجيش الوطني، والجيش الوطني تحرك في اتجاه محافظة البيضاء الغربية المجاورة لمحافظة شبوة، وكان يفترض أن يتلقى الدعم الكامل من التحالف لاستعادة السيطرة على محافظة البيضاء، لأن محافظة البيضاء هي المحافظة الاستراتيجية بالفعل التي إن استعادها الجيش الوطني اعتقد أن الحوثي سيفقد القدرة على ممارسة الضغط العسكري على أي من المحافظات الأخرى بما في ذلك محافظة مأرب ومحافظة شبوة. شبوة هي محافظة فيها نفط وفيها ربما نفط فقط، وهنا تكمن أهميتها من الناحية الاقتصادية. لكن الجيش الوطني للأسف بعد تحرير شبوة في قبل سنتين لم يحظى بالدعم الكافي، بل جرى تهميشه، وذلك سمح للحوثيين بأن يتفوقوا عسكريا على الجيش الوطني، وأدى ذلك إلى تآكل نفوذ الدولة في الأجزاء التي كان الجيش قد استعادها من محافظة البيضاء. ذلك سمح بدخول الحوثيين إلى شمال غرب شبوة والتوجه نحو مأرب، ولكن حتى تقدم الحوثيين الذي لم تعترضه الطائرات ربما جاء في سياق الضغط على محافظة شبوة السابق محمد بن عدو ليأتي المحافظة الجديد، ثم تأتي ألوية العمالقة وتطلق عملية عسكرية وتطرد الحوثيين من المديريات الثلاث، وبالتالي هذا أعطى ميزة للمحافظ الجديد أو قدموا للناس بأنه المحافظ صاحب الإنجازات العسكرية. لكن الأمر ليس كما يبدو. القضية وما فيها هو أن التحالف عندما يقرر أن يقدم الدعم الكافي والتسليح الكافي، أي وحدات عسكرية بإمكانها أن تحقق ما حققته ألوية العمالقة، وبالتالي لا يمكن البناء على أي منجز استراتيجي في محافظة شبوة ما لم ينعكس تحرير شبوة على مأرب والمحافظات المجاورة. إذا لم نرى في الأفق القريب تحرك عسكري يؤدي إلى تخفيف الضغط على مأرب والتوجه باتجاه البيضاء، فلا معنى مطلقا لما حدث في محافظة شبوة. كيف ترى أيضا أهمية هذه العملية التي أعلن عنها، عملية حرية اليمن السعيد، خاصة أنها يعني كما ذكر أنها لربما وصفت بالإنمائية وليست بالعسكرية؟ غير واضحة. عندما يعلن المتحدث باسم التحالف عملية حرية اليمن السعيد،
هو كقائد عسكري أو كمتحدث عسكري ينبغي أن تكون العملية عملية عسكرية. العملية التنموية هذه يتحدث عنها سياسيون وينبغي أن تأتي في سياق قرار سياسي، لكن من الواضح أنها عملية دعائية للأسف، والهدف منها هو إضفاء مشروعية الترتيبة الحالية التي تجري حاليا والتي تجعل من محافظة شوة إنجاز عسكري، بينما هي في الحقيقة استكمال السيطرة من جانب أطراف غير الشرعية على المحافظات الجنوبية، ونخشى أن تتطور الحالة باتجاه عكسي، بمعنى أن تشهد محافظة حضرموت التي لا تزال مرتبطة بالسلطة الشرعية تطورات تؤدي في النهاية إلى فقدان السيطرة عليها من جانب الشرعية. إلى أي مدى بات ضروريا اليوم لليمنيين إنهاء الحرب الدائرة ووجود قرار بردع طموحات الميليشيات التي أوصلت اليمن لهذه النقطة الحرجة برأيك؟ طبعا اليمنيون أحوج ما يحتاجونه اليوم هو انتهاء الحرب، لأنها تركت آثار مدمرة على حياتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى بنيانهم الثقافي وعلى تماسكهم الاجتماعي. الحرب خطيرة جدا على اليمنيين، لكن ثمة من يستخدم الحرب لتحقيق أهداف سياسية وفكرية وعقائدية. طبعا الحوثيين هم أحد الأطراف الرئيسية التي توظف الحرب لتحقيق غايات من شأنها أن تدمر بنيان المجتمع اليمني، لكن الأطراف الإقليمية الأخرى أيضا لها هدف أهداف جيوستراتيجية أو جيوسياسية من وراء استمرار الحرب، وهذا مزعج للغاية، لأنه إذا لم يتم حسم المعركة باتجاه الأهداف الحقيقية وهي استعادة الدولة وتمكين اليمنيين من إعادة بناء دولتهم، أعتقد أنه أننا سننتظر أيام صعبة خلال المرحلة المقبلة، وربما تكون نتائج الحرب مدمرة على الشعب اليمني حتى وإن أتت في صيغة وقف حرب. ما نراه أن الحرب حتى عندما تقف ستقف على حقائق مؤلمة، وهو أن هناك أطراف خارج السلطة الشرعية مسيطرة على الأرض هي التي سيكون لها الكلمة في مرحلة ما بعد الحرب. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، شكرا جزيلا لك.